وللحديث عن مخيمات النزوح وأحوال النازحين في المخيمات ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد عمر الفرحان الحقوقي في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. سيد عمر، مرحبا بكم. لنبدأ من تصريح وبيان لأطباء بلا حدود تقول إن سكان المدينة القديمة في الموصل يفتقرون إلى كل مستلزمات الحياة، لكن سيد عمر، هل الحكومة تتعمد ذلك؟ اهلا وسهلا بك. اهلا بك سيد عمر. يعني بعد عده اشهر من اعلان حكومه العبادي النصر والتحرير على تنظيم الدوله داعش، ولكن ما زلنا نتحدث عن اكثر من مليون ونصف المليون من المهجرين والنازحين داخل هذه المخيمات. السؤال هنا الذي يطرح، اين هذا التحرير وملامح التحرير ونتائج التحرير الذي تزعمه العبادي وحكومته وميليشياته؟ وبالتالي فإن هذه الأعداد الكبيرة وهذا المعلن فقط من قبل الجهات الدولية والحكومية، والعدد أكبر من ذلك وفق ما أعلنته منظمة حقوق الإنسان بأن هناك 1,500,000 طفل. إذن العدد أكبر بكثير، والإهمال الحكومي المتعمد لهؤلاء النازحين هو يعني متعمد ومقصود، وبغية أن تقوم هذه الحكومة بعمليات تغيير ديموغرافي وبعمليات انتقامية وبعمليات عنف وقسري تجاه هؤلاء المدنيين. وكما ذكر تقريركم قبل قليل بأن هناك في مدينة الحبانية أكثر من 1,300 عائلة لم يدخلوا هذه بدونهم، وبالتالي هناك صراع حقيقي ما بين الميليشيات وما بين الحكومة والقوات الحكومية وما بين الأحزاب في أن تعود هذه العوائل إلى مدنهم، وبالتالي يكسبوا أصواتهم، ومن ثم تعود مرة أخرى موجات الهجرة والتهجير. وأيضا أن هذه العمليات التغيير الديموغرافي، لا زالت الحكومة وما زالت الميليشيات والمدفوعة من إيران بأن تقوم بأكبر عدد ممكن من الإجراءات التعسفية حتى تمنع وصول هذه العائلات إلى مدنهم. وباتت موضوع الهجرة والمهجرين صراع سياسي. طيب سيد عمر، سنتحدث، هناك رغبة من مئات العوائل للعودة، ولكن دعني هنا أن أعرج على هناك في مخيمات العامرية والخلدية والحبانية هناك نازحون من مدينة الموصل حقيقة يعانون من انتشار الأمراض الجلدية، الأكزيما، طفح الجلد وغيرها من الأمراض. كيف تقيم سيد عمر الجهود الصحية المقدمة للنازحين في هذه المخيمات؟ الجهود الصحية يعني ما دون الصفر وما دون المطلوب، وبالتالي فإن هذه عدم وجود الكوادر الطبية وعدم وجود هذه المخيمات على أساس أنها تقوم وفق المعايير الدولية، وهذا يعني مناضي للأمم المتحدة حيث تقوم بالإشراف على هذه المخيمات، ويجب أن توفر لها كافة السبل واللازمة حتى تكون هذه المخيمات وفق منظور الكرامة الإنسانية التي تتمتع بها الصفة الإنسانية والتي جاءت على أساسها مواثيق الأمم المتحدة. وبالتالي فإن هذا الإهمال الحكومي المتعمد والإهمال الدولي المتعمد ايضا صفوا في مصاف الاهمال الحكومي، فهناك يعني جريمه اباده جماعيه حقيقه. ان هذه الامراض تعد من العقاب الجماعي، والعقاب الجماعي في منظور قانون الدولي الانساني يكون فيه هو التصفيه الجماعيه والجريمه الاباده الجماعيه، وبالتالي تتهم الحكومه في انها تتعمد في اهمال هذه الشرائح الموجوده في المخيمات بعدم توفير الماء والغذاء والدواء اللازم لهؤلاء المدنيون، وبالتالي فإنها تكون معرضة حياتهم للخطر، وهذا ما يتنافى مع قواعد القانون الدولي، وهذا يتسبب بالأضرار الكبيرة للنازحين ويؤدي إلى موتهم بصورة مفاجئة وعلى يد القوات الحكومية وعلى يد الحكومة وعلى مرأة ومسمع من المجتمع الدولي. سيد عمر، نتيجة للأوضاع المأساوية التي يعاني منها النازحون في هذه المخيمات، هناك يعني حديث عن رغبة مئات العوائل في العودة إلى مناطقها، كيف ترى هذا الخيار في ظل أوضاع بائسة في المدن المستعادة من تنظيم داعش؟ في هذه الحالة فإنهم يفضلون العودة إلى بيوتهم المفجرة والبيوت المحروقة
على ان انهم يعيشوا تحت ظل حكم الميليشيات التي باتت تسيطر وتضيق الخناق على هذه المخيمات، وباتت تستقوي الميليشيات في تجاهل الدولي والحكومي تجاه ما يجري في هذه المخيمات. وذكرت عدد من المنظمات الدوليه ومن العفو الدوليه بان هناك استغلال جنسي من هذه الميليشيات، وهناك استغلال اكثر من العمليات الجنسيه. وهذه العمليات التي يقوم بها الميليشيات هي لا تمس الى الانسانيه بالصله، وبالتالي فانهم يفضلون العوده على بقاء تحت ظل حكم الميليشيات، وانهم يعني كما نسمع انهم يفضلون عوده تنظيم الدوله داعش على سيطرتهم بسبب هذه الممارسات الوحشيه والعنفيه التي تقوم بها القوات الحكوميه والجيش الحكومي، وتقوم بها الميليشيات المرتبطه بها. وبالتالي فانهم يفضلون الموت على البقاء في هذه المخيمات، ولكن الاجراءات التعسفيه التي تقوم بها الحكومه تجاه هؤلاء النازحين تمنعهم من العوده مره ثانيه الى بيوتهم والعيش في حياه كريمه، وان كان وان لم يكن هناك يعني عيش كريم في ظل حكومه تتمتع بالصفه الميليشياويه وشريعه الغاب الذي بات ياكل القوي الضعيف، وهذا ما تجده المدن يعني التي تسببت بها العمليات العسكريه في شتى انواعها الى تهجير هؤلاء وتشريدهم خارج بلدان. سيد عمر، نحن تحدثنا معكم عن يعني الازمات، عن المشاكل التي يعاني منها النازحون، اذا ما تناولنا الحلول، هل لديكم تصور في المركز العراقي في حل ازمه النازحين؟ هل ناقشتم طريقه معينه في حل ازمتهم مثلا؟ نعم، يعني قدمنا يعني الى منظمه الصليب الاحمر، وقدمنا ايضا مشاريع الى منظمه الهجره الدوليه في معرض لقاءات الدكتوره فاطمه عن مستشاره في المركز العراقي، لان ان هناك يعني عده حلول يجب ان تقوم بها المجتمع الدولي اولا، ومن ثم فرضها على الحكومه الحاليه من توفير بيئه امنه وبناء يعني مخيمات صحيه وبناء يعني مخيمات وفق الاسس والمعايير الدوليه، والتجنب، وهناك يعني تكون مراقبه واشراف دولي من قبل الامم المتحده على اداره هذه المشاريع واداره هذه المخيمات لا الحكومه والميليشيات. وبالتالي اذا ما قامت هذه الامم المتحده ببناء المخيمات الضروريه واللازمه لهؤلاء النازحين، وضغطت على الحكومه بان ترتب الاوراق الثبوتيه وغيرها من العائلات التي لم تحصل على هذه الوثائق، وبالتالي تقوم جهود منظمات المجتمع المدني مع للاسف يعني نتكلم عن المنظمه الدوليه للامم المتحده، ولكن ليس هناك على امر الواقع اي شيء. نعم، ولكن عسى ولعل ان تكون هناك بوادر اخرى او بوادر قادمه تكون قد انيطت الى الامم المتحده وتاخذ على عاتقها الدور الثاني والقانوني في حمايه النازحين وبناء المستلزمات الصحيه للنازحين وارجاع المدنيين الى بيوتهم تحت اشراف الامم المتحده. من بغداد، عمر الفرحان، الحقوقي في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، شكرا جزيلا لكم.